التضخم عنده يمكن يكون عنده واحد العدد ديال المنابع، واحد العدد المنابع، ولكن في الاخير راه موجود الاسعار راه طالعين لما تجي ملي تتمشي تتسوق. هنا دابا المشكل عدد ديال الدول تنقولوا شنو هي التضخم كيف تنحسبوه، والتضخم كيف تحس به المستهلك. عاده كاين واحد في الجوا دائما انت لا بولي انت الانفلاسيون كالكولي اي الانفلاسيون ريسونتي، راه في الجوا كاينه وسهله. انا الزوجه ديالي تقول لي يلا معي السوق وشوف شنو هو الثمن بالنسبه لذاك الارقام اللي تتخرجوا. لذا لما تنقولوا اودي كل ما زربنا باش كل واحد يعمل العمل ديالو باش نقصوا من التضخم كله باش ما نوصلوش الى زانتيسيباسيون اللي تيطلعوا الاثمنه. شوف دابا الله يطول العمر، شوف دابا شحال هادي باش طلعوا الاثمنه اللي قلنا ها البصله ها بطاطا ها المطيشه ها واش شحال هبط هاد الشيء. بينما ملي تيطلع راه الناس تدخل في واحد الدوامه اللي تيصعب عليها الربح، تتشوف الربح واخا المصاريف ديال لي زانترون ديالها باش تنقص. هذا هو سكيل فو ايفيت.